السلام عليكم. السلام. استخدام استراتيجية قراءة الصور خمس صفحات تعرف بالضبط قراءة الصور التي أمامك. هذا أعرف شيء. يعني هذه الصورة جيبوا لي كلمة فسرها. لا هذه مثلا اللابتوب ودي الصورة تخص كلمة وش دي الحرارة دي؟ مذربورد. لا جهاز ميكانيكي. ايه هذا جهاز وهذه ميكانيكي. ايه زين احد يقدر يعرف لي كلمة ميكانيكي؟ واحد متصل الأجهزة، يعني آه زي الآلة التي تتحكم بها الإنسان. ميكانيكي يعني باستخدام الأدوات لبناء وإصلاح الآلة. ضعيف الروبوت جهاز ميكانيكي تحكم بإلكترونيا يقوم تنفيذ الأعمال بدلاً عن الإنسان. ميكانيكي قلنا إنه يقوم باستخدام الأدوات لبناء وإصلاح الآلة. هذا هل استخدام الروبوتات في المصانع له نتائج إيجابية فقط؟ أيوه. لا لأنه يمكن يصير سلبي. إيه. إذا ليس استخدام الروبوتات في المصانع إيجابي فقط، لكن له نتائج سلبية. نتائج الإيجابية ثبات مستوى الجودة، ثبات مستوى الإنتاجية. ثبات مستوى الجودة يعني طلعهم كلهم جودة واحدة، إذا كان العمل يدوي يصير فيه اختلافات بسيطة لو تدرب، مثلا إذا مصنع النعال أو جواف جديد تكون جودة متساوية، أما إذا كان يدوي يمكن فيه يصير اختلافات بسيطة جديد. ثبات مستوى الإنتاجية إنه ينتج كل يوم نفس العدد، مثلا كل يوم يبغى ينتج 500، ينتج كل يوم 500، أما إذا كان العامل يمكن تكون حالته النفسية صعبة مثلا تأثر أو شيء يقوم ما يسوي وايد مو نفس المستوى. العمل العامل في الظروف الخطرة يعني مثلا في درجة عالية، درجة حرارة عالية، درجة باردة جدا، تخفيض التكلفة. إذا كان استخدام الروبوتات يؤدي إلى استغناء عن العمالة البشرية، فهل يمكن أن تسبب ذلك في حدود إطالة المجتمع؟ نعم، يسبب إطالة. اي لان وقتها بيستغل يعني في المصانع بيستغل عن الانسان بجيب كلها. هل جميع الروبوتات من صنف واحد؟ طبعا الجواب لا، يوجد اكثر من تصنيف للروبوت. ما هي اكثر دول منتجه للروبوتات؟ في بعطيكم ثلاث خيارات، امريكيه، اوروبيه، يابانيه. لا انا زكي ياباني. توزع الروبوتات في عدة فئات، واحد أجهزة يتحكم بها يدوياً، اثنين روبوت تنفيذ عمليات محدودة التتابع، ثلاثة روبوت تنفيذ عمليات متغيرة التتابع، أربعة روبوت متعلم، خمسة روبوت يتم التحكم به رقمياً، ستة روبوت ذكي. أحد يقدر يقول لي تعريف الروبوت؟ جهاز ميكانيكي يتحكم به من قبل الإنسان. لا الناقص. جهاز ميكانيكي يتحكم به إلكترونيا من قبل الإنسان. خلاص أخر ولا صريحة ما فصل فيها توزع الروبوتات في عدة فئات، إن لها عدة فئات، أجهزة يتحكم فيها يدوياً. وش يعني؟ يعني انت لا تتحكم فيها، عندك زي الروبوت تتحكم فيها، وهذا لها ميزه انه تتحرك في جميع اتجاهات عديده يعني. وروبوت تنفيذ عمليات محدده التتابع ما يحددها كلها، تعطيها مخرص يقوم يسوي. وروبوت الذكي له ميزه انه يتعرف على البيئه المحيطه. ليش الروبوتات في المصانع تسبب بطاله؟ بطالة لأن إحنا سوى مصانع يحتاج عمال، بس إذا جابوا آلة بدال العمال خلاص بيستغنى عن الإنسان، يقوم تصير بطالة واجد. وش الفرق بين الروبوت الذكي والمتعلم؟ الذكي له ميزة إنه
انه يعرف يقدر يتعرف على البيئه المحيطه به، حتى المتعلم ما يعرف. الروبوتات مو كلها سلبيات، اغلبها ايجابيه. اي لكن سلبياتها تكون يعني ارتفاع التكلفه التاسيسيه، يعني عشان تجيبهم لازم تحتاج ميزانيه كبيره. يحتاج الى متخصصين هذا يعني، لكن هو قال بتسوي مشكله بطاله. الحين انت تقول بيحتاج الى متخصصين، في احد يقدر يوفق لي ما بين الحاجتين؟ نقول هذا اذا انت تحتاج الى متخصصين، متخصصين بيكونوا نادرين اصلا ورواتبهم غاليه، فيعني بيكونوا قلال. لكن الناس الموظفين العاديين بيكونوا كثار يعني. فاذا الروبوت رد وظف لي ناس، رد وظف لي متخصصين في الروبوت. لكن هو يمكن يوظف اثنين ويخلوا مثلا 10 طوالة ما يشتغلوا، فهذا السبب اللي يخلي يتسبب الطوالة. احسنت. وش تستفيد الحين باستخدام اي روبوت؟ مثلا صنع السيارات كذي، لكن يكون المدخل تخفض التكلفه. مثلا السياره لازم تصنع صنع يدوي تكون غاليه، بس بالمكان يكون ارخص سعرها. مبرمج او لا تحتاج المبرمج واحد يعرف على حسب الخبرات، اذا كان يعني خبرته بسيطه يجيبوا واحد. المشاكل الروبوت كثيره على حسب نوعها. فئات ثانية موجودة. ها؟ فئات ثانية موجودة. عندك فكرة أنت علي سعيد؟ اللي بيسأل سؤال غريب شباب لازم يكون عنده فكرة عن السؤال اللي سأله. أنا أستاذ البدال نفسه يكون في روبوتات من الفرق ستكتب اي هداهم العمل حالات الصعبة مثلا درجة حرارة مثلا الفضاء. الله يعطيكم العافية.